حاضر يا استاذ بس بقطع اللي كان مش فاضي مش فاضي مش فاضيه. مساء الخير، ازيك يا حسونه حبيبي، وحشتني من امبارح. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عاجبك اللي عملته فاطمه دي؟ ايه كانت فراوليه يعني، خلاص غريب قوي يا ساتر، هتخنق. بقولك ايه يا حسونه؟ اتفضل. انا خلاص الترقيع والتخبيط. اتفضلي اتفضلي. سامع النهارده حسن زي ما قلت لكم هيعمل لنا بسبوسه بالشوكولاته وفروت سلطه بالايس كريم. وفروت سلطه بالايس كريم والشوكولاته. والشوكولاته كل حياتنا هتبقى شوكولاته في شوكولاته. شلوله بتحب الشوكولاته؟ على فكره يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان الاحساس بالسعاده ده شيء نسبي جدا، يعني ممكن الواحد يبقى سعيد مثلا هو بياكل اكله حلوه، ممكن هو يبقى سعيد لما يشوف واحد صاحبه ما شافوش بقاله كتير، ممكن يبقى سعيد لما ابنه ولا بنته تنجح او يعملوا حاجه لطيفه. السعاده دي نسبيه، ملهاش دعوه لا بالحاجات اللي ولا فانا عايزه اقول لكم بس من الاخر يعني. صح يا حسن؟ كل يوم الله يخليك يا استاذ. البني ادم ممكن يبقى سعيد بحاجات مختلفه. آه. مش شرط ولا مال ولا لا ملهاش دعوه ولا كراسي ولا الكلام ده كله. في ناس بتبقى فقراء مش لاقيين ياكلوا وبيبقوا في منتهى السعاده منتهى الرضا. ما هو الرضا ده اهم حاجه. ان انت ترضى باسمتك وبنصيبك وبحياتك وما نبصش للناس وما نبصش لحالهم. انت بتشاور عليا ولا ايه؟ لا هي جت كده. لا بقول لك ايه؟ هي جت كده. فاكر خلاص اتفضلي حضرتك لما انا شرقت. اتفضلي خلاص. لا والله العظيم اطلعي بسلام. فاكر وانا هتطلع من قلبي بقى. والله العظيم مش هتطلع من قلبي. والله العظيم ابدا لا حول الله. طب كل ما بالظبط كل ما يتزنق يقول لي والله ما قصدي كده ده انا بحبك. نحط البسبوسه وبعدين نحط البسبوسه مقادير البسبوسه ليه كده؟ انت قلبك ابيض. انا قلبي اسود. واحد كوب سمنه اهو اهو، نص كوب زبادي لو حطيناه الاول، نص كوب سكر اهو، نص كوب لبن، نص أوه. كوب جوز هند وشوكولاته. اه ادي اللبن. انت 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 حطيت في الاول ايه؟ بص ايه ده؟ دي البسبوسه. دي البسبوسه وادي جوز هند اهو. اه وادي شوكولاته. الشوكولاته متقطعه ايه؟ بص يا لولا. اه يا روحي تبقى حتت كيوبس. اه ما تبقاش. فنحط الحتت الخشنه منها. ايه يا مجدي؟ لازم بيضة؟ لا مش بيضة؟ لازم. لا اي شوكولاتة او كتكوت. خف الدم فظيعة. مالي كلامي فيك طبعا. ايه روحي فيك ايه يا حبيبتي؟ انا ما هي بره شويه النهارده. في ايه؟ حاسه بسعاده. ليه طيب؟ ما والله انا جنبك صح؟ طبعا على طول انا بحس بسعاده. طب انا عايزه اقول لك على حاجه يا حسن. انا يعني وانت جنبي كده او بتكلمني او 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 بحس كده بتقل. اه عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ لسه ما كملتش يا جماعه. اتفضلي كله ضحك. عاجبك كده؟ اهو الاستوديو فوق وتحت والمشاهدين في البيت بيضحكوا. يا جماعه انا لسه ما كملتش. ماشي. بحس بتقل دمك. لا ده مفروغ منه. بحس بتقل الامان، ان الامان بقى تقيل. وال مش لاقي حاجه تقوليها. لا باين عليك باين عليك. لا 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 والله. ايه تقل الامان دي؟ بحس جنبك بالامان ماشي، لكن ايه تقل الامان دي؟ الامان تقيل عندك، يعني بتديني امان كبير تقيل، يعني 2 كيلو 3 كيلو على حسب الوزن يعني كده احسن. بسكتها يا استاذ مجدي. انت مش واخد بالك اصلا. اكمل واكمل. على مهلك على مهلك. يا لهوي عليك يا حسن. والله انا ما قصدي، انا قصدي بحس بمنتهى الامان. لا هو كله ايه؟ يعني على ما اصدقه. طب وانا مالي؟ مش عارف انا ايه الناس دي. معانا هنا. يا هنا. ألو. يا حبيبي حضرتك ازيك يا نور عيني؟ عامله ايه يا هنونه؟ الحمد لله. ميرسي قوي يا هنا على اللي انت عملتيه مع كل اصحابك في المدرسه والتبرعات اللي انت جمعتيها لنا. يا هنا ثانك يو فيري ماتش.
طنط؟ يا قلبي هنا احكي لنا عملتي ايه بقى في المدرسه عشان كل البنات الحلوين اللي زيك يقلدوك يعملوا زيك، عملتي ايه؟ انا قلت لهم في تكافل طنط انا وطنطيره بنعمله علشان الناس اللي مش محتاجه ياخدوا الحاجات اللي هم مش محتاجينها. تمام، برافو عليك يا هنا. هنا انا بحييكي جدا جدا جدا. انت جمعتي قد ايه هنا تبرعات؟ بابي قال لي ده 1000 جنيه. 1000 والهدوم بتاعت ماري اللي اتبرعت بيها صح؟ واللعب بتاعت مريم. واللعب بتاعت مريم؟ الله. طب وانت لعبك ليه؟ لا هنا اتبرعت، مش انت اتبرعتي هنا؟ اتبرعت كتير. بكام؟ انا لوحدي 1000 وده غير اصحابي، انا لوحدي 1000 تاني. ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي ربنا يسعدك. واللبس بتاعي واللعب وجزم. ما شاء الله ما شاء الله. هنا انا مش عارفه اقول لك ايه هنا بجد. انت بنت جميله جدا وبنت محترمه جدا يا هنا. انا بشكرك جدا يا هنا. بصي حبيبه قلبي احنا هنبعت حد، انا هتكلم مامي او بابي في التليفون وناخد منهم العنوان اللي نبعت لك حد ياخد كل الحاجات دي ونديها للناس. وميرسي يا هنا. وكملي يا هنا. هنا سامعاني؟ هنا قفلت. طيب هنا عايزاكي تكملي تاني، يعني كل شهر مثلا يا هنا جمعي لنا حاجات كده على قد ما تقدري، انا مش هقول لك اعملي ايه، انت بقى عرفتي الطريق وانا وانت بنعمل التكافل الاجتماعي. يا قلبي، يا حبيبه قلبي، احنا اصحاب. دي يا حبيبتي دي. ميرسي يا هنا، وارجو ان كل الاطفال يعملوا زي هنا. والله العظيم الصدقه او التكافل اللي بيجي من الاطفال ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه بجد. لا 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 انا مش هتورب شويه عليك والله، عمال بتزلط في الكنتالوب ده خيار. لا والنبي حلو. طب والله حلو اللي هنا حلو اللي انت نقيتيها. اللي انت نقيتيها حلو. هو قلب على خيار شويه، كارف شويه على خيار. يعني هتعمل ايه؟ نعمل بقى شويه فروت سلطه كده قبل ما البسبوسه تطلع. البسبوسة سهلة جدا يا جماعة، على فكرة حطينا الدقيق بتاع البسبوسة. ايوه، نص كوباية لبن، كوباية سمنة، وعلبة زبادي، وعلبة ونص علبة زبادي. ايوه، وضربناهم في بعضيهم، وسكر ونص كيلو سكر وجوز هند والشوكولاتة سواء بيضة ولا دارك، مش عايزين شوكولاتة ما يحطوش. طب انا ما بحبش الجوز الهند. حضرتك حطي مكسرات، حطي فستق، حطي لوز. ما احطش حاجة خالص براحتك. ما هو طبعا براحتك. فاكرة ده ايه؟ ده زبادي. هات شويه كريمه لبان يا عم سيد. ده الزبادي اللي كان في التلاجه بقاله. لا والله ليه كده بقى؟ انت ليه بقيتي كده؟ بتسوق سوقات على طول. بتضايق قوي لما تشيله. والله العظيم لا، يعني حتى الزبادي هنشيله؟ الزبادي اكسباير بعد يومين، ازاي بقى اشيله؟ لا 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 مش بعد يومين، بعد ما يعفن. يعني ايه بعد ما يعفن؟ يعني ممكن يتحط في التلاجه لو. لا طبعا. ليه؟ لا لا مش صح الكلام ده. تقعديش بقى هنألف؟ لا يا حبيبي. ماشي. يعني اديك ظهري كده وت ماشي. قلبك قوي من ساعة ما جه مجدي. بصراحة ماشي. أنا حاسس بقيت مفترية كده. أنا حاسس بكده. لا عاوز أقول لك اليومين اللي كان مجدي مش موجود فيهم كنتش بسمع لك صوت. والله العظيم يا مجدي كنت نسمة. نسمة؟ كنتش إيه؟ غيرت اسمك؟ يا دي العسل. يا رب على العسل. يا عم انت ايه؟ ولا ايه؟ ارحمني. انت تشحدي؟ الانسان طاقة يا بابا. خدي خدي. خدي. هو نفسه يكون عامل سد الحنك جنبه. يا سلام. يا سلام. طب ايه رايك يا حسن؟ بحب سد الحنك ده قوي. مش احنا عملناه هنا قبل كده؟ طيب يعني. عايزاه تاني يعني؟ نعمله تاني؟ شوفي ايه عشان تعرف. ده انا بمثل، مفيش حاجه وجعتني. انها سليمه.
مش حاسس بالبق ده، انا مش حاسس. بقول لك يا عم مجدي، ايه النكته والنبي يا مجدي؟ ايه النكته؟ واحد بيقول للتاني هي نكته ما اعرفش اذا كانت حلوه ولا ايه. اتفضل. واحد بيقول قبل ما اقولها عشان ما حدش يقول لي حاجه. واحد بيقول له انت تعرف تتكلم تركي؟ قال له طبعا. قال له طب اتكلم كده. قال له هيام تاي هون. ما انا قلت من الاول ولا لا؟ ده مين اللي قالها لك؟ منصور. اديله الثلاث بوزات. لا العظيم منصور ده ساعة بس مضطرين نستحمله. هنعمل ايه؟ لحمنا هنرميه بره؟ قدر قدر والله. وهنرجيه فين صحيح؟ ولا قناه راضيه تعبر ولا تاخده. طب اوقف اوقف ساعديني، اوقف ساعديني. حاضر ساعديني. اهو السكينه الصغيره جنبك. عين يا باشا. عايز ايه؟ اقطع ده؟ مش عارف محمد بيضحك ليه. محمد دايما سيد بيضحك. ومحمد فين؟ سيد مش في المود؟ انت مالك يا سيد النهارده؟ لا ليه ده سيد مبسوط؟ ده ابوه دلوقتي. هو الفرق بس بتاع الشعر ورب معاه شويه النهارده. سيد دلوقتي ابوه ايه؟ مرات ابوه؟ ابوه في الكعبه دلوقتي. يا سلام، يرجع لك بألف سلامه يا سيد. رب يكتبها لنا يا رب يا رب. اكتبها لنا بس ما نبقاش مع بعض. ليه يا ليلى؟ كل واحد يروح، يا واحد قبل التاني او واحد ليه بعد. ليه كده ليه؟ ما مش هينفع يا حسن. ده انا والله العظيم هدلعك هناك. هوديكي حته. اصل هناك ممنوع المناكفه. لا هناك وانا يبقى انت معايا ازاي وما نكفكش؟ لا مناكفه محبه ما فيهاش حاجه عادي والله. يجوز لكن طيب. حاجه تخنقيني بقى وكده وتقعدي ما هو انت بقى لما نكفك هتقولي خنقتيني. لا ما اقدرش. هتبقى العمره بتاعتك اول حاجه باظت. هتستحملني؟ لا هناك ما فيش اللي خلاني بستحمل. مين؟ بستحمل تفيده هناك. مش هستحملك تفيده. مين؟ حماتي. سامعه يا ماما مصطفى؟ تقريبا شكلك مش عايز تروح النهارده. لا ده حبيبتي تفيده. بس تفيده كانت خانقاك. ايه ده؟ عايز اقول لك طلعت انا طالع عين اهلي هناك. ايوه لا هي ما شاء الله يعني تقيله. وما حدش بقى يزق غيري. فهمتي بقى انا اتخلقت ليه؟ وزق يا معلم. والصفا والمروه بعيد. والله العظيم تعبت. وبعدين هي كل شويه حبيبي انت انا تعباك. عاوز اقول لها بس مش قادر. لا مش أيوة. لا لا عشان حماتك دي زي والدتك بالظبط. زي هي امي. طيب طيب يعني هات يا ابني معلقه. يا ابني معلقه خشب. حسن عمل الفروت سلات على طريقه هلا فاخر. عارف يا حسن يا حسونه لو ما كنتش قلت كده كنت. لا ليه ما انا ما عمري ما حطيت عليه زبادي. تشريح وشويه عسل نحل. انت هات يا سيد النبي بربع جنيه عسل. ايه الشوكولاته اللي انت حطيتها دي؟ انا ما حطيت. لا 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 اصبري بس بقى. اصبري اصبري اديني فرصتي. اديني فرصتي لو سمحت. اصل انا ما حطيتش ولا مكسرات. ايوه ولا شوكولاتات. بيخترع بقى. ما يخترع. يقول لك بطريقه تانيه فاخر بس ايه. شفت شفت كل ما تحاولي تخبطيني بكلام بص ربنا بيعمل ايه عشان تعرفي بس. ايه ده؟ شكرا سيد. ما جبتش عيش يا سيد؟ امال الناس هتغمس الفروت سلطه. ادي الفروت سلطه ده اللي انا عملته. لحظة وقوع الفراولة. لا بصراحة حسن أدخل بعض التعديلات اللي هي هايلة يعني. مقدرش أتكلم عليه. إيه؟ الله يسهلك. إيه؟ الله يسهل لي وأنا جاي أشحت منك. الله يسهل لنا. الله يسهل لنا جميعا يعني. طب ليه بقى رجعت في كلامك ليه؟ طب وبلاش غمزة العين دي وأنت بتتكلم معايا. قشطة عليك يا معلم. الله يا حسن انت بتضحكني ضحك. قال له هارش هارش. الله العظيم ايه ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ لا ما تقعدش تشكر في حاجتك مش كويس كده. ما انت اللي معلمها لي. ايوه فين يا ابني البوله؟ انت وديت البوله فين؟ يا سيد ساب بيشتغلني. شفت؟ ركز. شفت ساب بيشتغلني. ركز. اتفضل. عيني يا باشا. ضل ايه؟ ضلك عشان ايه؟ نعم انا اسف ما خدتش بالي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في طرطشه.
لا لا لا، هو حاططها كده عشان الناس تغمس تغرف على طول. اتفضل يا استاذ. عايز ترش شوكولاته؟ شويه شوكولاته بقى. رش. ايه الحلاوه دي؟ ادي لوزايه. التليفونات فيها حاجه النهارده صح؟ نعم. ما دوتيش ليه؟ ما دوتيش ليه؟ مش عايز، انا حر. لا مش مزاجك. اوقع العفش كله. مزاجك ايه ده؟ انت كل مره تديني موز موز. بلاش موز. ما تشكل لي. حاضر. انت لسه واكلك انت لب، هديك ايه يعني؟ ده بيعد عليا الاكل ولا ايه؟ شوف القرمشه دي ايه بقى اللي بقرش، عمال يقرش ويقرش. حته من معلقه ولا حاجه؟ لا بجد. ما انا بقيت زي فرعون. اه ممكن اكل ازاز او معالق او كده عادي جدا. فرعون يا جماعه امبارح بجد اذهلنا. بس انا برجع اقول تاني، اوعوا الولاد في البيت. لا خالص يقلدوا فرعون ولا ولاد فرعون، لان دول ناس ربنا كرمهم بقوه خارقه مش عند اي حد. فايه ولا ناكل لحمه نيه ولا هاتي يا ماما حته فرخه نيه ولا الكلام ده، عشان ما تورينا البسبوسه في الفرن. خلاص الوقت خلص. ايه يا استاذ؟ الوقت خلص يا استاذه. طب يا رب اكرم اقفل الفرن واجي لك بقى. الحمد لله على السلامة. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله في نعمه. ربنا يكرمك يا رب ويكتر من امثالك يا رب. ربنا كرمني بيكوا يا فندم. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك يا فندم. كنوا كده دايما كلنا يا رب. يا رب يا رب. نخافوا على بعض ونعملوا الصالح يا رب. يا رب. ربنا يكرمك يا حبيبي. ربنا يسعدك. انا باذن الله وان شاء الله ابعتك الحواله بكره، بس مش عايز الاسم يذكر. حاضر. ماشي حبيبي. شكرا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. العافية يا حبيبي ويكتر من أمثالك يا رب ويجعلنا كلنا في الخير يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب يا رب يقدرنا يا رب جميعا. الحمد لله. طيب، وفي متبرعة كمان كريمة من السعودية اتصلت بينا، متبرعة ب 2000 جنيه. بنشكرك جدا وبنقول لك ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ويقدرك دايما على فعل الخير. معانا الاستاذ محمد. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله منوره الدنيا ومنوره الشاشه. يا رب يسعدك. تسلم لي يا رب. حسن منور الدنيا كلها. ربنا يبارك فيك. انا المنوره الشاشه، هو منور الدنيا كلها. يا محمد دي ايه يا محمد؟ هو الشيف بتاعنا بقى. مش معقول يا محمد المعامله دي والاسلوب ده. احنا عايز اقول لحضرتك كلنا واقفين بنتفرج على البرنامج اهوت ومنورين. ربنا يسعدك يا رب. الشيف حسن يعني رافع راسنا ومنورنا يعني. حبيبي يا حماد ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. شكرا يا احمد. ميرسي يا محمد. شكرا يا فندم. شكرا. سلم لي على كل الناس اللي حواليك. شو ده؟ ده ايش خلاص؟ في ايه؟ وحيد الله خلاص. لا اله الا الله. انا بس استاذ مجدي اي حد يقول له استاذ هلك. لا انا مش بتضايق، بالعكس انا بتبسط. انا عارف، حاسس باين. بس يعني هو يقول لي منوره الشاشه وانت منور الدنيا كلها. انت بتاكليهم؟ لا 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 لا، واسع منك ده يا استاذ مجدي. ميرسي يا استاذ. مرسي يا استاذ. اي كلام استاذ بيكبر يا عم. انت مالك بيكبر ايه؟ امسك بس. ايه امسك ليه؟ امسح دموعك يا امال. امسح دموعي يا امال. انت غريب قوي بجد. لا انا مش عارفه المعامله دي. انا استاذ مجدي، لا والله العظيم انا بفرح بحسن وحياه ربنا، لانه حسن يستاهل كل خير، كل كلمه طيبه. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. هو بجد والله العظيم. ربنا ما يحرمني منك. وحياه ربنا. اه يا مجدي والله كفايه قلبه الطيب. وحياه ربنا. ربنا يبارك لك حبيبتي. ربنا يسعدك يا حسن. عارفه انا يعني اقسم لك بالله يعني عمري ما ببقى سعيد زي ما ببقى معاك حبيبي. ربنا يخليك. صراحه اي نعم مجدي انا مخنوق منه. بس برضه ما كان غايب. لا والله العظيم كانت. مش عايز اقول لك. روحي 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 روحي. لا والله. انت ما انا كنت بتكلم؟ لا كان نفسي احط لك شاحن. ما فيش. عشان تشحن. بعدين تقولي لي رد عليا. لا مش هرد. ما بتق... ده انت كنت. لكن اهو بقى. الحمد لله. هادم لذات. لا والله يا حسن ربنا يخليك. البسبوسه فين؟ البسبوسه طالعه حلو.
خلاص. ولا ضربت على البسبوسه ولا هتخليها الاسبوع الجاي؟ فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه يا استاذ؟ فاضل 3 دقايق. يا دوبك هتكون خرجت، هي بتلون بس. طب هتكون خرجت يمكن تتاخر في المشوار شويه. فظيعه انا فظيعه حقيقي. بس هي خلاص. لا دي لسه. مش لسه قوي يعني. وان مينيت وان مينيت. اللي حصل فين بتاع امبارح؟ هات لي هات لي شوط السرير. يا مساء الخير يا سيد. سيد لا لسه جاي يعني. سيد يا سيد. لو عامل ايه فرق ابن لذيذ؟ لا الفرق النهارده وارب منه شويه. والنبي يا سيد بص لا بجد سيد. لا استنى بس سيد. بص شعره الفرق ورب شويه فمش مبسوط هو. حبيبي يا سيد والله ابن حلال والله العظيم انا بحبه قوي. حضرتك ممكن تقولي ال ايه؟ كوبايتين سكر على كوبايه ميه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وشويه ليمون بقى في الاخر. نص ليمونه. نص ليمونه. صح؟ بس. يعمل الشربات. كوبايتين سكر على كوبايه ميه. وقرب ما تغلي شويه نص ليمونه. واديها ادي. ايه فين هحطه فين؟ تطلع بس تطلع. طيب. تطلع. تطلع تطلع بسلام. لا يا ايوه انا بتكلم على البسبوسه انت في ايه كل شويه بقى انت ليه الحساسيه دي انت ليه كده انت اللي ليه كده ما تقعديش تحط النهارده قال حاجه برضو صح ولا قلت حاجه اهو هيبدا بقى يسخن ويعمل الحركات بتاعته بتاع زمان ما يبقاش مجدي يعني والله العظيم انا عاوز اقول لك هو قال حاجه النهارده قلت ايه طيب مش فاكره افتكرها لك صم الله صم الله يا ناس الله العظيم كفايه كده عم بسبس الو ايوه يا فندم مساء الخير مساء النور يا فندم ازي حضرتك ازيك يا فندم الحمد لله ربنا يخليك يا رب الحمد لله منوره الشاشه الحقيقه يا رب يسعدك يا رب يخليك تسلمي ربنا يخليك هو انا والدتي كانت عايزه تتبرع بمبلغ صغير كده يمكن يساعد في حاجه هيساعد طلبه 5000 جنيه ان شاء الله طب وده مبلغ صغير طبعا بالنسبه للحاجات حبيبة اللي انتوا محتاجينها حاجه بسيطه نقطه بحر بصي هقول لك على حاجه المبلغ الصغير زي ما قلت للاطفال الصغيرين يعني بصي جمعوا ربع جنيه على نص جنيه على جنيه على 100 جنيه على بتاع بتكمل معانا في الاخر فتشكري لنا الست الوالده جدا وتبصي لنا راسها وتبصي لنا ايديها وتقولي لها لو سمحتي تدعي لنا وتدعي لجميع الناس اللي هم في حالات حرجه دلوقتي واحنا بنعمل تكافل اجتماعي معاهم كتر الف خيرك وربنا يجعله في ميزان حسناتك متشكره جدا معانا مها من اسكندريه الو ايوه يا فندم مساء الخير مساء الهنا يا فندم الله يخليك ازي حضرتك منوره الشاشه وشيف حسن منور الدنيا كلها ربنا يخليك يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي عشان زملكاوي اصيل فاحنا يعني هو منور فعلا الله اكبر الله اكبر غزيني غزيني كمان ضايقيني ضايقيني كمان ها اتفضلي ده انت قمر ده انت قمر الشاشه يا رب يخليك لا والله انا بحب الزمالك وحياه ربنا وناس الزمالك لا والزمالك بيحب الاهلي بجد يعني بس لما بنبقى الاهلي يتحب حضرتك بس احنا هناخد ان شاء الله الدوري والكاس ان شاء الله ايه ده ايه ده ان شاء الله باذنك خلينا حلوين واصحاب مع بعضينا ان شاء الله ان شاء الله طب احنا عايزين نطلب من حضرتك طلب عيني الاستاذ مجدي عشان يعني بس عايزين نشوفه لحضرتك بتسلمي عليه اخر كل حلقه حاضر وبتسلمي على الوالد عشان بس نشوفه مين حاضر استاذ مجدي كمان واستاذ حسني وايه يا فندم؟ وحسني حسني مين؟ معرفش حضرتك كنت قلتي مره حسني كان قاعد في جنب كده عم عماد عم عماد عم عماد عم عماد اللي هو بيخبي الاكل مننا ويديهولنا الاسبوع اللي بعديه هو عماد حاضر يا فندم يوصل ان شاء الله الاستاذ مجدي هنستضيفه مره معانا هنا استاذ كمان استاذ مجدي كمال وتشوفي الاستاذ مجدي امور يعني عشان تبقي عارفه طب ما قالت عم عماد ولا عشان عم عماد زملكاوي لا عشان عماد زملكاوي ولا انت عشان مجدي يعني انا من نفسنا خلاص ارتحت انا حقوده وغلاويه خلينا في البسبوسه خلينا في البسبوسه بص بص الاول يا استاذ بصي طريه ازاي مالها حط ايدك حضرتك بصي طريه جدا تحس ان هي ايه اسفنجيه الطبع اتفضلي بص يا شيف برضه محترفه برضه يا استاذ مجدي محترفه برضه
كنت بشتغل في محل حلواني قبل كده. خلاص الحروف بقى. عين يا باشا. ايوه كده. انا من غير توجيهات حسن ما اعرفش اعمل حاجه على فكره. مش تبقوا عارفين والله العظيم يعني بجد. بقول لك بص 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 ايه بص ايه على الحلاوه حلاوه. الله الله الله. اتفضل يا استاذ. الله يزيد فضلك. الله يهنيك. عاوز مني حاجه؟ لا شكرا. سلامة الله يا حبيبي. مع السلامه. ما تاخرش بكره والنبي حسن. حاضر. انا بشكركم جدا جدا. بشكر جميع العاملين معايا في الاستوديو. بشكر جميع العاملين معانا في الكنترول روم. وبشكر حسن حسونه على الوقت الجميل وعلى الحاجات الجميله اللي هو بيعملها لنا. وبشكر اسره الاعداد. وبشكر كمان مخرجنا المتميز جدا الاستاذ مجدي كمال. وبشكر قناه الحياه القناه رقم واحد في مصر. ان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر.